ومن بعد تطعناه إليه جميعا مع القانون الجديد 46/16 موضوع المثل، ونحن في بداية تطبيق حسن زين نصوصه التي تواصل القضاء على اجتهاد المحد فيما قد يثير هذا القانون من إشكالات. جمعية الدفاع ضمن واحد الندوة علمية حول القانون الجديد للكرة. فعلا هذا القانون اللي جاء وحيد علينا واحد الغول كان جاتم على التجار والمهنيين والصناعيين ديال الظاهره 1955 اللي قروا بن عرفه في ايامات الاستعمار، واللي شرد واحد العدد ديال التجار. ودرنا هذا الندوه باش نحسوا التجار باهميه هذا القانون الجديد اللي ما نقولوش ما مزيانش، فيه ايجابيات وماشي هو مثالي، تتشبهوا بعض النواقص لان فايتت لينا بالاقتراحات ديالنا في هذا القانون اللي كان الفريق الاشتراكي هو اللي قدموا مشروع، وكنا اعترضنا على بزاف ديال الاجحافات اللي كانت فيه. فعلا الحكومه استجبت للبعض والبعض ما زال تنتظروا. اختيار ديال الموضوع ديال هذه الندوه اللي هو القانون الجديد اللي كينظم الكراء التجاري، هذا القانون هذا كيهم واحد الفئه عندها الوزن ديالها في المجتمع، عندها الوزن ديالها على الاقتصاد الوطني ككل. هذا القانون الجديد هذا لازم تعرفوا هذه الفئه باش ما تضيعش الحقوق ديالها، باش عرف الحمايه ديال الحقوق ديالها، بعكس ما كان في القانون القديم الظاهر ديال 55. هذا الظاهر هذا اللي كان غارق في الاجراءات الشكليه والاجراءات الدقيقه، كانت كتضيع معها الحقوق ديال هذه الفئه اللي قلنا ديال التجار والصناع والحرفيين. ستلاحظون ان المجتمع لم يحدد بصفه قطعيه ولا جازمه عن اي رئيس محكمه يتحدث، هل يتحدث عن رئيس محكمه ابتدائيه ام انه يتحدث عن رئيس محكمه تجاريه، لكن اذا رجعت الى مقتضيات الماده 35 نجد انها تقضي بان المحاكم التجاريه هي صاحبة اختصاص للنظر في المنازعات المتعلقة